استمرار فعاليات معرض الحلويات بمشاركة كتير من الشركات الأردنية يلي صار في زارا إكسبو، عرضوا من خلاله منتوجاتهم المختلفة واللي انحصرت في عالم الحلويات. والله احنا دي تاني سنة بنعمل مسابقة لتزيين الكيك، وكل سنة الستات كتير مستواهم في التزيين كتير بيتحسن، وده بيوقعنا في حيرة كتير وقت التحكيم. فزي ما انت شايفة السنة دي الكيكات كتير حلوة، واحترنا كتير على ما عرفنا نختار واحدة، وكان في جوائز كتير طبعا، فده شجع الستات كمان اكتر ان هم يشتركوا في المسابقة. احنا كنا متوقعين 10 كيكات يشاركوا، تقريبا 18 كيكة شاركوا معانا. كنا حاطين 3 جوائز، وبعدين اضطرينا نزيدهم اثناء المسابقة، عملناهم 4، لان واحنا لو علينا كنا بصراحة كسبنا كل الستات. كثير من الناس اهتموا بهالمعرض وكانوا حريصين على التواجد فيه حتى يتعرفوا أكثر على الشركات الأردنية يلي عندها منتوجات مختلفة من تمور وعسل وحلويات متنوعة. والله هي فكرة كيك أعياد ميلاد للبنات، يعني هذه فكرة أليس إن وندرلاند، يعني الفكرة أنه نفس الشخصيات والكاركتر اللي بالفيلم الكارتون، شخصية أليس والبريق الشاي والقبعة، الشخص اللي يكون مع زومة الشاي والورق، ويعني هاي الأفكار جمعتها مع بعض، وحبيت أعمل حركة بالكرات، وأيضا حبيت أعمل حركة أنه بريق الشاي مو نازل من قطرات شاي، عملت منه كأنه نازل ورود، يعني زيادة هيك بالأفكار. يعني مسابقة تزيين الكيك مع الشيف غدا التلي يلي جمعت مشاركات قدموا أطباق الكيك المختلفة يلي تميزت بأشكالها وألوانها المتنوعة، وخبرت الحاضرين طريقة تحضير عجينة العشر دقائق. أول ما تعلمت كيك تعلمت عند شيف غادة التلي، علمتني كيف أتعامل مع الفوندانت والكريمة وتغليف الكيكة، وشجعتني هي كتير إنه أكمل في تزيين الكيك والحلويات، والحمد لله إنه وصلت للجائزة الأولى. شاركت مسابقة تزيين الكيك، ويعني حاولت إنه أورجي الناس شغلي، والحمد لله يعني أخذت المركز الثاني. فازت بالمركز الأول رند شرعب يلي زينت الكيك بطريقة مختلفة وألوان متميزة، بعد ما كانت المنافسة كبيرة بين المشاركات بهالمسابقة. لبرنامج دنيا يا دنيا، مي السيلاوي.